بس كيف اصور نفسي لانه الكاميرات محطوطه جانبيه هنا؟ الكاميرات على الجانب، هي تصور كل شيء تشوفينه قدامك، واقفه قدام المرايه وتصوري نفسك. هذا حلو خصوصا دحين في السفر، الواحد لما بيصور فلوجات او اكل احيانا ما تقدر تشيل الجوال انك تصور وتاكل في نفس الوقت او تسوي شيء، فحلو انه الناس تشوف انا ايش بشوف. يعني هنا النظاره مش جديده، هاي ميتا بس كان في قبلها جوجل. وعلى فكره في جدل كبير حول الخصوصيه فيما يتعلق بالخصوصيه بهاي النظاره، لان تقدر تصوري اي حدا بدون اذنه. لهي السبب في مشكله كبيره في هذا الموضوع. لا سبب، اذا اضغطت على ضغطت ايوه ضغطت القياس الضوئي، فالحين وقت تصور راح تطلع لك علامه، بس تضوي ضوء كده في لمحه سريعه زي حاجه تعرف مين بلاك تقريبا مبينه واضحه ولا او شوي صغيره بعدين بيروح. يعني لا 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 اضغطي مدة طوله. اوكي ايوه في اضاءه طلعت الحين خلاص راح تصور فيديو. انت الحين قاعد تصورين فيديو، فطول ما هي تصور فيديو راح تشوفيها راح تلمع. اي احد ينتبه لها؟ مستحيل ما حد ينتبه للضوء. لا تقول لي مستحيل، والله اني ما انتبه. ممكن يجوا يعني لا والله ما انتبه، شوفوا قديش حقيقي يعترضوا بدهم ماشي يتصوروا.